عدنان يحيى جبران كرة في المرمى والهدف هدف لصالح فريق الوداد الرياضي. الوداد يتقدم في مباراة اليوم ويضع بصمته الخاصة ويحيى جبران مشاهدي الكرام كيتمكن من تسجيل الهدف رقم 12 في تاريخ ديال المشاركات ديالو بالتالي كيكون هدف تاريخي الهدف التاريخي كل المسابقات بعد ما كانت هنالك 11 هدف عند محمد نايري عند ايضا يحيى جبران ووليد كركي في عصبة الابطال الافريقيه والان وليد جبران يعني يحيى جبران كيوضع الكره في المرمى معلنا عن هذا الهدف هدف جميل فريق الوداد الرياضي من نقطه الجزاء وهدف عنده القيمه ديالو خاصه في مباراه ديال الذهاب وبالتالي حنا كنتبعوا السيناريو كنتبعوا اين المنافسه والقوه ديال المنافسه اللي كتجي من